مشاهدينا اهلا بكم من جديد. وصلنا الى فقره ضيف. في هذه الفقره نتطرق الى الاجتماع التشاوري المغلق نصف السنوي حول الصحراء المغربيه الذي عقده مجلس الامن التابع للامم المتحده الاربعاء الماضي وانتهى بدون اصدار اي بيان. حسب مصادر دبلوماسيه في نيويورك، اعضاء المجلس تتبعوا احاطه قدمها الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده للصحراء كولين ستيوارت بشان الوضع على الارض الذي اتسم بانتهاكات وقف اطلاق النار من قبل البوليساريو واعاقتها لحريه التنقل المنورسو، مما يعيق أيضا قدرة بعثة الأمم المتحدة على تنفيذ مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار. خلال الاجتماع كذلك ندد أعضاء المجلس بعرقلة الميليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو في الخريف الماضي لمعبر القرقرات، وسلطوا الضوء على التحرك السلمي للقوات المسلحة الملكية المغربية والذي مكن من استعادة حركة المرور بشكل كامل. للنقاش حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ الجامعي محلل سياسي إدريس قصوري. أستاذ أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا. إذن مجلس الأمن عقد هذه الجلسة التشاورية وجاءت مخيبة لأمال الجزائريين وللبوليساريو. بالنسبة لك، ما هي أهم مخرجات هذه الجلسة؟ شكرا على هذا السؤال، والعودة من جديد لتوسيع وإيضاح مجموعة من النقاط فيما يتعلق بجلسة يوم الأربعاء لمجلس الأمن. يمكن التأكيد بالفضل وزيادة على كون مجلس الأمن شدد وأكد على ضرورة الاستمرار في الحل السياسي للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، بمعنى وهذه نتيجة ثابتة وأساسية واستراتيجية، بمعنى أن مجلس الأمن لا زال يسير ويطمح في تفعيل الإجراءات الوقائية، وبالتالي لا زال له نفس التقدير ونفس التكييف للنزاع، ألا وهو ضرورة إيجاد حل سلمي وفق القرارات الأممية الأخيرة، حل سياسي توافقي دائم وملائم، بمعنى أنه منهجيا يتطابق مع الحكم الذاتي المقترح المغربي. إذن ليس هناك أي تغيير أو تراجع، لأن الجزائر والبوليساريو بافتعالاتها كلها التوتر في المرحلة السابقة كانت تقصد وتريد وتهدف إلى الرجوع إلى الوراء، كانت تزرع الاضطراب في الجمود في الوقت الذي طالب فيه المغرب بالتغيير. إذن هذه نقطة أساسية. كذلك في التشاور، إذا ما عدنا نلاحظ بأن صوت الجزائر والبوليساريو كل ادعاءاتها على مدى منذ القرقرات إلى الآن، وادعاءاتها بالحرب والتوتر والنزاع وإنهاء اتفاقات 1991، مجلس الأمن لم يأخذ بها البتة ولم ينصت لها. معنى هذا أن جهود الجزائر اليوم أصبحت غير ملائمة مع الدبلوماسية الدولية، وأن جهودها تذهب هباء. طيب، الجلسة استمعت لإحاطتين من مسؤولين أمميين، هذان المسؤولان أكدا معا عرقلة البوليساريو لأعمال بعثة المينورسو ولمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار. مقابل ذلك، أعضاء مجلس الأمن أشادوا بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو. كيف تقرأ هذا الأمر؟ هذا السؤال هو يشخص ويوضح لنا لماذا كيف أعضاء مجلس الأمن في جلسة الأربعاء قرارهم بالاستمرار في الحل السياسي. فالإحاطة الأولى أكدت بأن البوليساريو تعرقل الإجراءات الوقائية لمجلس الأمن انطلاقا من محاربة وتقويض المينورسو وعدم ترك المينورسو يعمل بشرعية وشفافية وفعالية. المينورسو هو أداة لمجلس الأمن
لاستتباب لمراقبة واستتباب الأمن والسلم وإدامته في المنطقة والحيلولة دون أن يتصاعد. إذن المينورسو هو مؤسسة، وبالتالي لابد للبوليزاريو الجزائر أن يلتزم بهذه المؤسسة، وهم التزم بها من قبل، ولكن الآن يخرقان هذا الالتزام. وهذا ما شرعنا تكييف إيجابي لمجلس الأمن لقراره الذي تحدثنا عنه. الإحاطة الثانية هي تصب في هذا الاتجاه أيضا، لأنها تؤكد بأن الجزائر والبوليزاريو يتهربان من الحل السياسي والاستمرار في الجلسات والموائد المستديرة التي كانت قبل سنتين، بمعنى أنهما يدخلان خرجا من إطار الوقاية والسلم والأمن إلى إطار النزاع والتوتر والحرب. وهذا يبرهن على أن العقلية الجزائرية والبوليزاريو لا تلتزم بالمؤسسات الدولية وبالشرعية الدولية، وبالتالي يلزم اتخاذ إجراءات أكثر قوة وفعالية من طرف المجلس. وهذا ما أشارت إليه الرسالة أيضا للسيد هلال ممثل المغرب. طيب، أعضاء مجلس الأمن خلال هذه الجلسة أكدوا كذلك على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن، وهو المنصب الذي رفضت بشأنه الجزائر والبوليساريو مؤخرا عدة أسماء مرشحة لذلك. أما المغرب فوافق بشكل فوري على مقترحات الترشيح التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. لماذا تعرقل الجزائر والبوليساريو هذا الأمر؟ اتضح في هذه الجلسة للمجلس من خلال الإحاطتين ومن خلال رسالة السيد هلال أن الجزائر تشتغل بثقافة الالتواء العقلي، وهي التي برهن عليها السيد هلال بما فيها من تناقضات. ففي الوقت الذي تقول الجزائر والبوليزاريو بأن النزاع طال وبأنهما لا يمكن أن ينتظر إلى ما لا نهاية، وبأن المنطقة هي تعيش على صفيح ساخن متوتر قابل للتصعيد، ترفضان في الآن نفسه تعيين مبعوث أممي للمنطقة يعجل ويسرع بإيجاد حل. فالأمم المتحدة هي منسجمة، مجلس الأمن منسجم في قراره، ما دام أنه اتخذ قرار تشبت بضرورة الحل السلمي فلا بد أن يدفع في تيسير وتسهيل وتسريع إيجاد مبعوث الذي يجمع الطرفين من أجل تسريع بحل النزاع، وبالتالي فهو يفك عقدة الجزائر التضليلية والمتناقضة ويسير في اتجاه بعقل سليم ومستقيم نحو تغيير الذي طالب به المغرب. وبالتالي خلاصة هاد طروحات كلها هو أن هناك تقارب كبير بين رؤية المغرب وتباعد ومجلس الأمن، وتباعد كبير بين الجزائر البوليزاريو ومجلس الأمن، وأن الهدف الاستراتيجي النهائي هو أن مجلس الأمن يسير نحو حل النزاع في الوقت الذي تريد الجزائر والبوليزاريو، ما دام أن السياق الأممي والدولي لا يخدمها، لأن المغرب حقق انتصارات معنوية كثيرة، والجزائر تعرف بأن الانتصارات المعنوية التي تحققها الدول هي التي تحقق النتائج وتحسم في النتائج، ولا داعي الآن لأن نستفيض في الكثير من الانتصارات المعنوية، لعل على رأسها مجموعة أكثر من 20 قنصلية بالصحراء، فهذا الوضع ليس في مصلحة الجزائر، والجزائر تريد أن لا يتغير، ولأنه إذا حسم الأمر من طرف مجلس الأمن اليوم سيكون لمصلحة الحكم الذاتي، وبالتالي هي هزيمة للجزائر. فالجزائر تريد أن تعود للوراء وأن تظل في ظل الجمود وليس التغيير الذي يطلب من المغرب، بل إنها تقوض هذا الجمود بالاضطرابات وبتفعيل النزاعات. فمجلس الأمن أدرك كل هذه الخلفيات وهذه الأبعاد وظل في خطه الذي رسمه في قرارات الأخيرة التي تسير نحو الحكم الذاتي.
طيب أستاذ قصوري، في نظرك ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في المبعوث الأممي الجديد؟ المواصفات التي تتوفر في أي مبعوث أممي هي تحددها القواعد والمبادئ وأخلاقيات الدبلوماسية الدولية والأممية. أول شيء هو الموضوعية والحياد والتوازن. طيب احترام ومعرفة. نعم نعم نعم. طيب أستاذ قصوري، عمر أو السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بعث برسالة إلى مجلس الأمن، فند فيها الأكاذيب، أكاذيب البوليساريو، وكذلك حمل الجزائر مسؤولية الإخلال بمسؤوليتها في الأوضاع اللا إنسانية بمخيم مات تندوف. برأيك ما الرسائل وراء رسالة عمر هلال؟ بالنسبة للسيد عمر هلال، هو يعرف جيدا ويخبر جيدا الدواليب الأممية وكذلك قوة وصلاحية مجلس الأمن، سواء في إطار مبدأ الفصل السابع الملزم أو في إطار الفصل السادس والفصول الأخرى غير الملزمة، بمعنى أي في إطار مرحلة ما سميتها بالإجراءات الوقائية وليس المرحلة الإلزامية. نحن نوجد وقضية الصحراء المغربية توجد في المرحلة الأولى، مرحلة الوقائية، وهذه المرحلة تفرض على الدول التي في الأمم المتحدة أن تلتزم بالقواعد الأممية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان على أرضها في أي ظروف وفي أي سياق ودون أي مبررات. وما دام أن الجزائر خسرت مجموعة من المعارك في المفترة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بأصحابها الذين يدعمونها في الأمم المتحدة، أصبحوا قلة، أصبحوا لينين، أصبحوا أكثر ميول للطرح المغربي وابتعاد عن الطرح الجزائري، وبالتالي أصبحوا أكثر واقعية. فالشروط بالنسبة للسيد هلال متوفرة لدعم الطرح المغربي ولتشديد الخناق على الجزائر، وبالتالي كان لابد من خلال رسالته أن يحصر الجزائر في زاوية تندوف. ما دام أن ملف حقوق الإنسان الجزائري فتح مؤخرا بالنسبة للمؤسسات الأممية، فلا بد أن نضيف له ملف تندوف وأن نلقي عليه الأضواء. ولهذا سلط أيضا بالخلفية العقلية المستقيمة الضوء على تناقضات الجزائر في كل مناوراتها وكذبها في السابق، لأن إحاطة المبعوث الأممي أكدت بأن الوضع مستقر وغير متوتر، ولا وجود لوقائع وأحداث تؤكد بوجود حرب في المنطقة، وبالتالي الحرص على أن ننتقل لمرحلة أخرى. وكذلك أكد بأن الجزائر تتحمل المسؤولية الدولية سواء بالمعاهدات الدولية 1949 جنيف أو البروتوكولين الملحقين عما يقع في تندوف والأحداث والظروف المأساوية واللا إنسانية التي ينبغي للمنتظم الدولي أن يعيرها الاهتمام. أكثر من ذلك أكد على استغلال المرفوض للظروف الإنسانية والبيع والشراء في المساعدات الدولية التي هي مساعدات دافعي ضرائب الأوروبيين والدوليين، وهذا وضع لا ينبغي السكوت عليه. إذن عوض أن تلتزم الجزائر بالقواعد والقوانين الأممية في الحماية وتحصي السكان وتحصي أهالي تندوف، فهي تستغلهم، وبالتالي فهو الآن شدد الخناق ويريد أن يربح مكسب معنوي آخر داخل تندوف وداخل الجزائر، ويحمل الجزائر المسؤولية ما دام المنتظم الدولي يسلط الآن الأضواء على الجزائر وهي أصبحت في موضع ضعف بشكل كبير. نعود لجانب الموائد المستديرة. في نفس الجلسة، الجلسة التشاورية، أجمع أعضاء مجلس الأمن على استئناف هذه الموائد في أقرب وقت. ماذا يعني ذلك خصوصا في ظل تعنت البوليساريو واختيارها التصعيد؟
الآن مجلس الأمن يشتغل بعقلية فيها شروط كبيرة للحيطة والحذر من تكييف الأحداث والوقائع وعدم السقوط في الدعاء أو مناورة أي طرف كيفما كان في أي نزاع. وهو يعرف اليوم بأن الدعاية الجزائرية فقدت صوابها وفيها كثير من الحقد تجاه المغرب وكثير من الكذب الذي تؤكده التقارير مبعوث التقارير المينورسو وتقارير الإعلامية في المنطقة، لأن العالم أصبح مكشوفا. إذن فهو لا يساير هذه الطروحات ولكن لا يرد عليها بشكل مباشر، فهو يرد عليها بشكل ضمني، وبالتالي هو لا يسايرها لأنها تريد أن تعود إلى الوراء فيعاكسها الطرح ويذهب نحو الحل السياسي. ولهذا قال التسريع بالحل السياسي وإعادة جمع الأطراف من أجل جمع أوراق الملف الذي تحاول الجزائر اليوم أن تبعثر وتشتت هذا الملف. وهذا يخدم الطرح المغربي لأن المغرب طالب بالتغيير، وهذا القول لمجلس الأمن اليوم يؤكد بأنه يسير نحو إيجاد شروط واقعية لتطبيق الحكم الذاتي عوض ترك الوضع بالمنطقة ينفلت. إذن أظن أنه استراتيجيا الأمور تسير في اتجاه الطرح المغربي وأصبحت أكثر واقعية وعقلانية، وهي ترد بشكل ذكي على الطروحات الجزائرية ولا تنصت لها أبدا. طيب، مسلسل الموائد المستديرة التي دعا أعضاء المجلس إلى استئنافها، تشكل الجزائر فيه طرفا رئيسيا، ولكن الملاحظ أنها تساهم في استمرار المشكل عوض السعي نحو حله. ما الذي تسعى إليه الجزائر بالتحديد؟ الجزائر بالتحديد هي لا تريد حلا للمشكل. لماذا؟ لأن الجزائر لديها قناعة ووجهة نظر ورؤية استراتيجية وليس سياسية تشتغل عليها على مدى الزمن والتاريخ. ترى في ضعف المغرب قوة لها، وأنها ستكون قوة المغرب ستكون ضعف للجزائر. للأسف الشديد هذه حسابات ضيقة خاطئة، ليس فيها حسن الجوار ولا الأخوة ولا المصير المشترك ولا التاريخ ولا المستقبل. إذن هي خاطئة نظريا وعمليا وفعليا. إذن إذا ما عدنا الجزائر، لذلك فهي الدولة الوحيدة في العالم بأسره اليوم التي قلبت قاعدة عسكرية معينة، وهي التي تقول أن الحرب هي هدف للسياسة، بمعنى أن النزاع والصراع في أي منطقة لا بد أن نفهمه ويكون ونخوضه على أساس أنه هو مجرد أداة للسياسة، للتفاهم، للحوار، للسلم، للأمن، للتنمية، للاستقرار. لكن الجزائر في إطار معاكستها للمغرب، إذا ما خرج المغرب حل هذا المشكل، لا أقول خرج منتصرا، حل هذا المشكل، سيتقوى معنويا في المنطقة وسياسيا واقتصاديا عليها، وبالتالي سيصير القوة المحورية الأولى، ولهذا هي تعرقله وتجعل السياسة هدفا للحرب، بمعنى سياستها كلها من أجل استدامة الحرب والنزاع والصراع في المنطقة. للأسف الشديد، وهذه فلسفة خاطئة تاريخيا، ولم يعد تعد أي دولة في العالم تطبقها، ولم يسبق أن أعطت نتيجة في أي نزاع في العالم. طيب، المجلس مجلس أو أعضاء المجلس جددوا التأكيد على العمل الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، وكانت الدعوة مرة أخرى لحل عملي وواقعي ودائم على أساس قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007. ماذا يميز هذه القرارات الصادرة منذ ذلك التاريخ تقريبا 14 عاما؟ أولا، هذا القرار يؤكد بأن مجلس الأمن هو مؤسسة تعلو على جميع المؤسسات بالنسبة للنزاعات الدولية،
هو يعرف هذه المرتبة وهذه الدرجة ويحافظ عليها، ولا يسمح لأي طرف آخر بأن ينزل عن هذه الدرجة ويجعل مؤسسته أتحت أو تساوي المؤسسات الأخرى. فما هذا رد على ما قامت به الجزائر في مجلس السلم والأمن الأخير، وما دبجته من بيان مرفوع للأمم المتحدة ولمجلس الأمن كي تكون طرفه وسيط وتتدخل. وأجاب عليه السيد وزير الخارجية المغربي بأنه بيان غير ذي شأن، بمعنى ليس له أهمية ولا يهم المغرب ولا حتى الأمم المتحدة. الآن الأمم المتحدة بقرارها هذا بأن المسألة مسألة حصرية هي أيضا ترد على ذلك البيان بشكل ضمني وتقول بأنه ليس ذا أهمية. وكذلك هي رفضت مقترح كينيا بأن تكون إفريقيا وسطا في هذا الملف. إذن هذا تشبث، وهذا هو التصور والهدف المغربي الصرف، بأن المسألة حصرية على الأمم المتحدة ولا داعي. إذن هذه النقطة فقط تعتبر فشل ذريع لمحاولة كل ما قامت به الجزائر والبوليزاريو من محل الكركات الآن من أجل إقحام هذه النقطة في ملف السلم والأمن الإفريقي ورفعها ونقلها للأمم المتحدة كي تصير مكسبا في الأمم المتحدة في المجلس الأمن اليوم. فمجلس الأمن رفض هذا المقترح وكل هذه المناورة الدبلوماسية وما كان من ورائها من مراورات عسكرية وسياسية واقتصادية. الأستاذ إدريس قصوري المحلل السياسي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.